بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الحمد لله. اخر فيديو لينا ان شاء الله في شابتر السيتولوجي النهارده، هنخلص بقية النيوكليوس. ونبقى كده خلصنا شابتر السيتولوجي، وتقريبا خلصنا 45% 50% من منهج الهيستو تقريبا، يعني الباقي هيكون قد اللي راح ان شاء الله. تمام. كنت عايز اعلق تعليق بسيط بس كده على بعض الاسئله اللي بعتت من زمايلكم على التليجرام. هم كانوا بيقولوا هو ليه يا دكتور ما تعملناش او ما عملتش مذكره مثلا، كنت نزلت طبعتها باسمك وبتشرح منها واحنا نذاكر منها يعني وكده، كنت تزود عليها زيادات الداتا والكلام ده كله. فيعني عايز اقول لكم تعليق بسيط كده، خدوه في حياتكم في العموم، انه انت ما تعيدش اختراع العجله. انت لما تقرر ان انت تحط مجهود في حاجه معينه، اتاكد قبل ما تحط المجهود دوت ان الحاجه ديت مفيش حد عملها قبلك او انت هتضيف فيها حاجه. تمام. انا لما قررت ان انا ابدا اشرح هيستو، يعني القرار ده انا كنت لسه واخده قريب جدا اصلا، يعني من اسبوعين تقريبا او من اسبوعين قبل بدايه الدراسه قررت انه ابدا اشرح هيستو. كان الموضوع ريسك شويه، انه انا اصلا بشرح فارما، فاللي خلاني انزل اشرح هيستو ماده مش مادتي، مش معلوماتي فيها مش قوي برضو، يعني مش زي الفارما اللي هو انا مهتم بيها اكتر وكده. ولكن حسيت ان انا ممكن اضيف فيها حاجه، لان وانا قدكم كان مش لاقي مصدر كويس للهيستو. كل الناس اللي موجوده هم بيشرحوا كلام، يعني شرح اي كلام كده، ما بيوضحش الداتا، ما بيترجمش الكلام اللي موجود في الداتا. ده انا اروح اسمع الشرح وبعدين اقعد احتاس في الداتا، مش عارف اقرا في كلام، مش عارف اترجمه والكلام ده كله. فحسيت انه انا ممكن اعالج الحته ديت، او انه لما اشرح انا ممكن اركز شويه على الداتا اكتر، لان عارف ان طالب سنه اولى بيبقى عنده مشكله انه مش عارف يقرا الداتا، في كلام كتير مش عارف يترجمه، في مصطلحات مش عارفها، والكلام ده كان عامل لنا مشكله. فحاولت انه يعني الشرح يبقى عدات اكتر من انه يبقى مثلا شرح سبوره او شرح على صور والحاجات ديت. لا، انتوا محتاجين ان انتوا تبقوا عارفين تقراوا الداتا كويس. طبعا في حاجات بتجلي مني، مثلا في كلمات انا ممكن بتعامل معاها على انها حاجات بديهيه وكده، وهي ممكن تكون مش بديهيه بالنسبه لكم، ولكن يعني جل من لا يسهو، يعني كلنا بشر برضو، ممكن في حاجات بتعدي مننا. والحمد لله عملنا جروب الديسكشن علشان اي حد ما فهمش اي حاجه في الشرح ممكن يبعتها ونوضحها عليها ان شاء الله، يعني لان مفيش حد يقدر يجيب دماغ اللي بيسمع بالظبط يعني، وكذا حد بيسمع والاختلافات وكده. فيعني لو في اي حاجه ما فهمتهاش ممكن تبعتوها على جروب الديسكشن وانا برد عليه اول باول ان شاء الله يعني. لكن عايز اقول بقى انه لما جيت ابص للورق لقيت ان الورق اللي موجود كويس، يعني كان في الورق بتاع زتونه بتاع السنه اللي فاتت ورق منظم وكان كويس، وفي زيادات الداتا بتاعت السنه اللي فاتت. اي نعم، الداتا بتاعت السنه دي اختلفت عن الداتا السنه اللي فاتت، وده شيء نادرا اصلا لما كان قسم الهيستولوجي بيعمله. لكن ان شاء الله هيبقى لنا فيديوهات مراجعه هنتكلم فيها قبل الامتحان، وهنقول فيها زيادات الداتا كلها، وهتبقى متسجله من الداتا الجديده بتاعت السنه دي ان شاء الله، عشان تبقى داخل الامتحان مش ناقصك اي حاجه. لكن انا عايز اقول انه كان في الورق بتاع نجاح قررت ان انا ابدا منه، لان هو كان كويس وكان قايم بالغرض. فبدانا نشرح منه، مع الوقت بدا يظهر الكتاب اللي هو بتاع داتا زون او بتاع نجاح، والورق منظم اكتر وفي صور افضل، والكتاب معمول بعنايه جدا، وحاطين فيه بعض الاسكيمات، مختارين الصور اللي هم حاطينها فيه ومنظمينه. يعني تنظيم واحد كان بيقرا الكتاب وهو بينظمه، مش مجرد ان هو كان بينظم ورق كده ويعمل يخلي شكله حلو وخلاص. فاستأذنتهم ان انا ممكن اشرح منه، قالوا تمام مفيش اي مشكله اشرح منه. فما كانش لزوم بقى ان احنا نعمل ورقه خاص بينا وننزله لك في مكتبه مثلا تطبعه، والكلام ده كله ملوش لزوم. احنا هنحط مجهود في الحاجه اللي تستاهل انه يتحط فيها مجهود، طالما في حاجه تانية موجوده اصلا وفي غيرنا عملها فخلاص، يعني مش كل واحد هيعمل كل حاجه لوحده. لا، احنا نتعاون كلنا في ان احنا نقدم خدمه كويسه وحاجه كويسه. تمام. نبدا بقى مع الجزء بتاع الكروماتين اللي هو بتاع النيوكليس. احنا كنا اتكلمنا عن النيوكليير انفلوب والحاجات دي في الفيديو اللي فات. هنبدا بقى نتكلم عن الكروماتين، وهنتكلم عن النيوكليولس اللي هي النواية، ونتكلم عن النيوكليير ماتريكس في النيوكليير سكيلتون ان شاء الله في الفيديو دوت. اول حاجه نتكلم عنها هي الكروماتين. الكروماتين دوت اعتقد معظمكم عارف ان الكروماتين ده هو عباره عن الدي ان ايه او الماده الوراثيه. طيب هو ايه الفرق ما بين الدي ان ايه والكروماتين؟ بص، شايف الرسمه دي كده؟ يعني كويس، دوت كده الدبل هيليكس دوت او اللي هو الشريط ده هو دوت الدي ان ايه، واظن انتوا عارفينه. تمام. الدي ان ايه دوت بقى بيمر بعمليات من اللف والتكديس، ان هو بيتضغط شويه فيقوم يوصلنا للكروماتين دوت في الاخر. الكروماتين دوت لو اتكدس واتلف اكتر ممكن يوصلنا لشكل الكروموسوم ده. طيب واحده واحده كده، هو احنا ليه اصلا كنا محتاجين ان احنا نلف الدي ان ايه دوت ونضغطه بالشكل ده ونحوله لكروماتين؟ طب احنا كنا سيبناه في صوره شريط دي ان ايه كده في النيوكليس وخلاص. هو لك ده ما ينفعش، لان شريط الدي ان ايه ده طويل جدا، فلو احنا حاولنا ان احنا نحطه جوه النيوكليس كده ما كانتش هتستحمله، يعني حجم النيوكليس صغير جدا بالنسبه لطول الدي ان ايه دوت. فكان لازم ان احنا نلفه ونضغطه شويه علشان النيوكليس تقدر تستوعبه وتستحمله يعني. و
ده بيمثل لي يعني المثال اللي انا بحاول اضربه على الموضوع دوت هو الهدوم بتاعتنا. دلوقتي احنا عندنا هدوم كتير، مثلا هدوم صيفي وهدوم شتوي، لو حاولنا ان احنا نحطها كلها في الدولاب، الدولاب مش هيستحملها. لكن احنا بنيجي مثلا في الصيف احنا محتاجين هدوم الصيف، فبنروح جايين مطلعين هدوم الصيف على جنب كده، والهدوم بتاع الشتاء نروح جايين حاطينها في اكياس او في كراتين ونضغطها ونشيلها جوه الدولاب. تمام، دي نفس الفكره كده في الدي ان، ان انت دلوقتي هتقعد تلف في الدي ان دوت. اول حاجه كنا جبنا بروتين كده اسمه الهيستون، ده نوع بروتين كده ماشي، او جبنا اربع اجزاء من البروتين ده جنب بعض، رصيناهم جنب بعض بالشكل ده كده اللي هو ادي 1 2 3 4، وعملناهم زي بكره وبدانا نلف عليهم الدي ان ايه، وبعدين رحنا جايين واخدين الجزيئات الهيستون ديت اللي ملفوف عليها الدي ان ايه، اللي هي بالمناسبه اسمها نيوكليو زوم. نيوكليو زوم، زوم يعني جسم او صوم، نيوكليو يعني حمض نووي، فنيوكليوزوم يعني اللي هو الجسم النووي، اللي هو ايه ده وحده تركيب الدي ان ايه بنسميها اللي هي الهيستون دوت، لفف حواليه الدي ان ايه. بدانا ناخد بقى النيوكليوزومات ديت ونبدا نلفها برده حوالين بعضها بالشكل ده كده، وبعدين اللفه ديت نروح جايين لفينها لفه اكتر، يعني مع كذا لفه مع بعض كده وصلنا لشكل الكروماتين دوت. الكروماتين دوت عباره عن ايه؟ عباره عن خيط، ولكن هو خيط من الدي ان ايه اللي لافف حوالين نفسه كتير، عامل زي بكره الخيط كده. البكره الخيط ديت انت لو بدات تفردها هيطلع لك منها خيط رفيع، الخيط الرفيع دوت هو الدي ان ايه. البكره نفسها على بعضها بقى دي بتمثل لك الكروماتين. تمام، عايز اقول لك بقى انه الخليه في الطبيعي بيكون فيها الكروماتين دوت. تمام، طيب امتى يكون فيها الكروموسوم؟ اثناء الانقسام فقط. تمام، يعني دلوقتي لو انا جبت خليه عاديه عايشه في امان الله وبصيت عليها هشوف فيها كروماتين ماشي، لكن لو الخليه دي قررت ان هي تنقسم فهي بتحول الكروماتين دوت لصوره الكروموسومات بقى. طب تمام، طيب دلوقتي ايه مشكله الكروماتين دوت او الكروموسومات ديت؟ يعني ايه عيبها؟ عيبها انه لو الكروماتين في الشكل ده كده فالانزيمات اللي هي مسؤوله ان هي تنسخ الدي ان ايه وتنسخ الام ار ان ايه والحاجات دي كلها ما بتقدرش توصل للدي ان ايه. يعني دلوقتي ادي الدي ان ايه هنا اهو، احنا بدانا نلفه على الهيستونز هنا او على البروتينات، وبعدين بدانا نلف ديت، وبعدين نكدس نكدس نكدس، فانت لما ضغطناهم كتير جدا ما بقتش الانزيمات قادره تدخل للدي ان ايه، توصل للدي ان ايه جوه علشان تبدا تنسخهم. نفس المثال اللي كنا بنضربه بتاع الهدوم، دلوقتي لو انت شايل الهدوم الشتوي عشان احنا في الصيف تمام، فهل لو انت عايز سويتشيرت شتوي هل هتعرف توصله دلوقتي؟ لا مش هتعرف توصله، لازم تطلع الشتوي كله وتبدا تفتح بقى الكراتين والاكياس اللي انت كنت شايلها ديت وتدور عليها وتطلع التيشيرت اللي انت عايزه. كذلك الدي ان ايه، لو انت شايل جين ومكدسه جوه الكروماتين الانزيمات بتاعت النسخ مش هتقدر توصله جوه، انت لازم تبدا تفرده. فبالتالي بدانا ان احنا نعمل حركه كويسه قوي، كل خليه تفرد الجينات اللي هي محتاجاها وتكدس الباقي. تمام، زي دلوقتي انت في الصيف مطلع هدوم الصيف وشال الهدوم بتاعت الشتاء، فدلوقتي خليه مثلا موجوده في البنكرياس وظيفتها ان هي تصنع انسولين. تمام، يبقى اذا هي محتاجه كده الجين بتاع الانسولين، ومحتاجه معاها كام جين كمان كده لزوم البروتينات اللي هي بتصنعها لنفسها، يعني شويه بروتينات لللايزوزومز مثلا، على شويه بروتينات للسيل ميمبرين، شويه بروتينات خاصه بالخليه كده، فهي محتاجه 10 جينات عشان تصنع بيهم 10 بروتينات خاصه بيها هي. تروح جايه فرده ال 10 جينات في الشكل ده كده ماشي، وبقيه الجينات اللي هي مش محتاجاها مش هتنسخ منها حاجه، تروح جايه حطها في صوره الكروماتين دوت اللي هو المكدس دوت. تمام كده، يعني نفس الفكره ده بيختلف من خليه لخليه. يعني مثلا خليه بتاعت البنكرياس اللي بتصنع الانسولين ديت هتفرد الجين بتاع الانسولين وهتكدس الجين بتاع جروث هرمون مثلا، لان خليه البنكرياس مش هتصنع جروث هرمون خلاص، هي مش محتاجه الجين دوت، تخليه صوره ان اكتف كده، صوره مش نشطه. تمام، تكدسه وتشيله في صوره كروماتين. لو رحنا على الخليه اللي بتصنع الجي اتش هنلاقيها فارزه او فارده الجين بتاع الجي اتش ولما او مكدسه الجين اللي هو بتاع الانسولين، لان هي مش هتصنع انسولين. وكذلك بقى ده بيختلف من خليه لخليه، كل خليه بتفرز او بتفرد الجينات اللي هي محتاجاها. تمام، فاحنا لما بدانا نبص كده على النيوكليوس شفنا جزء من الكروماتين دوت بيكون متكدس وملفوف كده ومضغوط، وجزء من الكروماتين بيكون مفرود. الجزء اللي بيكون متكدس ومضغوط سميناه كوندنسد كروماتين، كوندنسد يعني مضغوط تمام متكدس على بعضه، او بنسميه ساعات هيتيرو كروماتين. فين الكلمه؟ هي كلمة هيتيرو كروماتين. هيتيرو ديت معناها غريب، يعني دوت اللي هو ايه، الخلية بتعتبر الكروماتين ده غريب عنها، او النيوكليوس بتعتبر الكروماتين ده غريب عنها، اللي هو ايه ده ما بيعملش حاجة، ده قاعد عنده ضيف بس كده، انا شايلاه جوايا كده وخلاص ما بعملش بيه حاجة. تمام، بينما الجزء الثاني اللي هو كنا بنسميه ايو كروماتين، ايو ديت معناها حقيقي، فايو كروماتين ده الكروماتين الحقيقي، يعني ده الدي ان ايه الحقيقي اللي موجود جوايا اللي انا بستخدمه بكون منه بروتينات. تمام كده، دول نوعين الكروماتين الموجودين جوايا. الهيترو كروماتين ده اللي هو بنسميه كوندنسد يعني مضغوط، كويلد يعني ملفوف ماشي، او ان اكتيف اللي هو انا ما بنسخوش وما بكونش منه بروتين. الايو كروماتين ده بنسميه اكستندد يعني مفرود، ان كويلد مش مضغوط، او اكتيف اللي هو انا بنسخه بكون منه بعض البروتينات. تمام كده،
طيب نبدأ بقى نشوف الكلام من الأول كده. بيقول لك الكروماتين بيتكون mainly of coiled strands of DNA. الكروماتين ده عبارة عن DNA ولكنه مضغوط، ماشي، ليه مضغوط حوالين ايه او coiled حوالين ايه؟ البيزك بروتين اللي هو اسمه الهيستونز. طبعا انت عارف ان الدي ان ايه ده هو التركيب حامضي، واي حاجه حامضيه بتبقى شايله شحنه سالبه، تمام، دي قاعده كده، اي حاجه حامضيه شايله شحنه سالبه، بينما البيزك بروتينز يعني اي حاجه قاعديه بقى بتبقى شايله شحنه موجبه. فربنا خلى ان الهيستونز ديت اللي احنا هنلف حواليها الدي ان ايه تبقى بيزك، ليه؟ علشان تبقى شايله الشحنه اللي هي الموجبه ديت، والدي ان ايه نفسه يبقى اسيدك عشان يبقى شايل الشحنه اللي هي السالبه ديت. فطبعا انت عارف بقى ان الموجب يتجاذب مع السالب، وبالتالي لما يلف حوالين بعض يبقوا ماسكين في بعض كده، ما تلاقيش الدي ان ايه بيسيب الهيستونز مثلا ويفك منها وكده يعني، تمام. طيب الكروماتين دوت لما جينا نبص عليه باللايت ميكروسكوب ظهر لي في صوره بيزوفيليك جرانيولز، يعني بعض الحبيبات كده اللي بتكون بيزوفيليك. طبعا بيزوفيليك لان هو اسيد، الدي ان ايه هو ماده اسيدك، فبيظهر في صوره بيزوفيليك، ماشي، يعني بيظهر بصوره زرقاء، ودوت اللي كان بيخلي النيوكليس اصلا زرقاء، تمام. which may be coarse or fine، يعني ممكن تكون الحبيبات ديت كبيره، كورس ديت يعني حاجه كبيره كده وظاهره، or fine، fine يعني حاجه بسيطه قليله كده، according to their size، على حسب الحجم بتاعها. ودي مش قاعده بقى، يعني دي حاجه عشوائيه كده موجوده في النيوكليس، تمام. بيقول لك ان الكروماتين اللي انت بتقدر تشوفه باللايت مايكروسكوب هو الكوندنس كروماتين او الكروماتين اللي مضغوط، ماشي، ليه؟ لان الاكستند بارس او الحاجات اللي هي المفروضه دي بتكون رفيعه جدا لدرجه ان انت ما بتقدرش تشوفها، بينما الكوندنس اللي ملفوف ومضغوط حوالين بعضه او متكتل بالشكل ده كده دي انت تقدر تشوفها، تمام. زي مثلا المثال بتاع بكره الخيط، هل لو انا فردت لك خيط رفيع خالص ممكن ما تقدرش تشوفه، او لو انت بعيد شويه ما تقدرش تشوفه، لكن لو جبت لك بكره الخيط اللي هي ملفوفه الخيط لف حوالين نفسها كتير كده، لو بصيت عليها هتلاقي هتظهر البكره نفسها، ماشي. فبيقول لك ان الكروماتين اللي انت بتقدر تشوفه باللايت ميكروسكوب دوت بيريبريزنت الكويلد بارتس اوف ذا كروموزومز، اللي هي الاجزاء اللي ملفوفه، از اكستندد بارتس، الاجزاء اللي مفروده، ار فيري ثين تو بي فيزبل، رفيعه جدا لدرجه ان انت ما بتقدرش تشوفها، تمام. عايز اقول لك ان الدي ان ايه احنا بنكشف عنه بتفاعل كده اسمه فولجن رياكشن. فولجن رياكشن ده تفاعل بنعمله على الخليه وظيفته ان هو يروح يمسك في الدي ان ايه او يدور على الدي ان ايه، فبالتالي الكروماتين اللي هو شايل جواه الدي ان ايه بيدي لك بوزيتيف فولجن رياكشن، يعني بيقول لك ان انا جوايا دي ان ايه، تمام. يعني المهم تعرف ان فولجن رياكشن دوت اللي بندور بيه على الدي ان ايه، واعتقد كنا خدنا المعلومه ديت في الشابتر الاولاني تاني فيديو في المايكرو تكنيك في المحاضره الاولانيه، تمام. طيب بالالكترون مايكروسكوب برضو قال لك الالكترون ميكروسكوب هيظهر لك ان هو ماس اوف فاين فايبرز، يعني خيوط رفيعه جدا، ماشي. الفايبرز ديت ممكن بتبقى متصله بالانر سايد اوف ذا نيوكليير ميمبرين. بص انا عايز اقول لك على حاجه، لما جينا نبص على النيوكليس بدا يظهر لنا الهيتروكروماتين، اتفقت معاك الهيتروكروماتين دوت اللي احنا هنشوفه الفاين الايوكروماتين او الكروماتين الرفيع اللي هو اللي بيتم نسخه الاكتيف دوت ما بنشوفوش لان هو بيكون رفيع جدا. فاحنا لما بدانا نبص على النيوكليوس بالشكل ده كده تحت الالكترون ميكروسكوب، ادي الغلاف اللي هو بتاع النيوكليوس نيوكليير انفلوب، وادي ديت النيوكليولوس اللي هي النواية، تمام. كل الاجزاء السوداء اللي انت شايفها في النص ديت هي ديت عباره عن الكروماتين او اللي هو الهيتيرو كروماتين او الكوندنسد كروماتين. طيب هو دوت موجود فين؟ قال لك موجود في ثلاث اماكن، المكان الاولاني او ثلاث اماكن اساسيين، يعني المكان الاولاني هو لازق في الغلاف بتاع النيوكليير ميمبرين بالشكل ده كده. يعني بص لو ده النيوكليير ميمبرين ادي، بص الهيتيرو كروماتين اهو، او كل ده كده هيتيرو كروماتين لافف دايما بيدور كده مع النيوكليير ميمبرين. ولو تفتكر في الفيديو اللي فات كنت بقول لك ان النيوكليير ميمبرين ده بيظهر في صوره بيزوفيليك، ليه بيظهر بيزوفيليك في حين ان اي غشاء مش شرط ان هو يظهر بيزوفيليك، يعني ما ينفعش ان هو يظهر بيزوفيليك، اشمعنى النيوكليير ميمبرين بالذات اللي بيظهر بيزوفيليك؟ قلت لك علشان في كروماتين واقف عليه من جوه، مترصب عليه كده من جوه، فبيخليه بالشكل البيزوفيليك ده، تمام كده. تاني حاجه لما جينا نبص على النيوكليولا دهيت، ماشي، اللي هي النويه دهيت، لقينا في مجموعه كده من الكروماتين لف حوالين حوالين النيوكليولوس، تمام، فسميناها نيوكليوس اسوشيتد كروماتين، نيوكليوس نيوكليولوس قصدي نيوكليولوس اسوشيتد كروماتين، تمام. تالت حاجه لقينا مجموعه من الكروماتين كده او كتل من الكروماتين مترميه جوه النيوكليوس بقى بشكل عشوائي، يعني بص ادي ايه مجموعه هنا كده من الكروماتين اهي، اهي المجموعه ديت، المجموعه دي كده، المجموعه دي كده، المجموعه دي كده، سماها ايه؟ سماها جزر الكروماتين، يعني شبه لك النيوكليوس على بعضها كده بالبحر، ماشي، واللي هو واقف فيها جزر كده من الكروماتين سميناها ايه؟ كروماتين ايلاندز، تمام كده. دي الثلاث اشكال اللي متوفر بيها الكوندنس كروماتين او الهيتيرو كروماتين، ماشي. فهو هنا بيقول لك ايه؟ الفايبرز دي بتبقى اتشد ليه الانر سايد بتاع النيوكليير ميمبرين اند ذا انيولاي اوف ذا بورز، انيولاي دي جمع انيوس اللي هو الخرم، فانيولاي اوف ذا بورز اللي هي الاخرام اللي موجوده في النيوكليوس
الاخرام اللي هي النيوكليير بورز، تمام، بيبقى مترسب عليها برضو بعض الاجزاء كده من الكروماتين يعني، ماشي. قال لك التايبس دي الانواع اللي اتكلمنا عنها، اول حاجه كانت الهيتيروكروماتين، دوت الكروماتين الكوندنسد اللي مضغوط او اللي هو كان كويل ملفوف اور ان اكتيف اللي ما بنستخدموش في صناعه البروتين. باللايت مايكروسكوب بيظهر في صوره بيزوفيليك كلامبس، كلامبس يعني تكتلات او تجمعات، تمام، بتكون بيزوفيليك يعني لونها ازرق، بينما الالكترومايكروسكوب بقى بيظهر في صوره اجريجيشنز يعني تجمعات برضه او تكتلات من الالكترون دنس جرانيولز، الكترون دنس يعني سودا بتظهر باللون الاسود، ديستريبيوتد ويزن ذا نيوكليس، متوزعه في النيوكليس في صوره ثلاث حاجات. اول حاجه اللي هي كنا بنسميها بريفرال او مارجنال كروماتين، بريفرال يعني طرفي، مارجنال يعني حدود اللي هي جايه من مارجنز اللي هي حدود اي حاجه، فديت الكروماتين اللي بيبقى مترسب على الانر نيوكليير ميمبرين اللي هو بيبقى واقف على الحرف بتاع نيوكليير ميمبرين من بره، تمام، محاوط النيوكليوس كده من بره. تاني حاجة قال لك اللي هو النيوكليولاس اسوشيتد كروماتين، تمام، دوت الكروماتين اللي بيبقى واقف حوالين النيوكليولاس بالشكل ده كده اللي هو دوت، ادي ديت النيوكليولاس اهيت ودوت النيوكليولاس اسوشيتد كروماتين، تمام، بيقول لك ان دوت بيحاوط النيوكليولاس lies around the nucleus in the form of a crust، crust يعني قشره، يعني بيمثل حاجه شبه القشره كده اللي حوالين النيوكليوس، تمام. وعايز اقول لك الاختصار بتاعه ان اي سي، هنشوفه كمان شويه يعني، فانت يعني لو شفت كلمه ان اي سي دي معناها نيوكليولاس اسوشيتد كروماتين، تمام. التالت حاجه الكروماتين ايلاندز اللي هي بعض جزر الكروماتين اللي بتبقى مترميه جوه النيوكليوس، ساعات بنسميها كاريو زومز، كاريو معناها نيوكليوس باللاتيني، كاريو يعني نيوكليوس، فكاريو زومز يعني الاجسام اللي موجوده جوه النيوكليوس اللي هو قصده ايه الكروماتين ايلاندز، ماشي. ديت لايز ان ذا نيوكليير ساب، نيوكليير ساب يعني اللي هو العصير بتاع النيوكليوس اللي هو النيوكليوبلازم يعني، ان ذا فورم اوف كلامبس يعني في صوره تكتلات كده او تجمعات، اور ديسكريت بادز، ديسكريت يعني منفصل، ديسكريت بادز يعني اجسام منفصله، اوف الريجولار سيلز اند شيب يعني ما لهاش شكل محدد، حاجه الريجولار كده، تمام. تاني جزء معانا بقى اللي هو الاكستندد او الانكويلد اور الاي كروماتين اللي هو الكروماتين الحقيقي اللي هو بيبقى اكستندد مفرود او انكويد مش متني او بيبقى اكتيف، دوت اللي احنا بنصنع منه بعض البروتينات بقى، تمام. باللايت مايكروسكوب انفيزبل ما بنقدرش نشوفه لان هو رفيع جدا، هو خيط رفيع جدا، اللايت مايكروسكوب ما يقدرش يمسكه. الالكترو مايكروسكوب بيقول لك ان هو بيظهر لك ايه فيري ثين ثريدز، تمام، از فيري ثين يعني خيوط رفيعه جدا، انكويلد ثريدز، ثريدز يعني خيوط، تمام، يعني خيوط رفيعه جدا. ذير جينز ار اكتيف، الجينات اللي فيها بقى بيتم نسخها وبنكون منها بروتين، اند دايركت بروتين سينسز بتوجه لصناعه البروتين. في حاجه كده كمان اسمها البيري كروماتين، دي بتبقى دنس جرانيولز مرميه كده جوه النيوكليس ما عليهاش تفاصيل كتير ولا احنا بنشوفها اصلا، يعني حاجات رفيعه جدا ما بنشوفهاش، فانت ما تركزش فيها يعني. انواع الكروماتين اللي عندنا هيتيرو كروماتين وايو كروماتين، ديت ممكن تجيلك سؤال، تمام، يجيلك سؤال ريتين اقول لك ان يوريت تايبس اوف كروماتين، فانت تقول لي هيترو كروماتين وايو كروماتين، وممكن تقول معاها البيري كروماتين كمان بالمره. لكن الاهم بقى ان انا اجي اقول لك كومبير بتوين هيترو كروماتين ايو كروماتين، اجيب لك سؤال مقارنه، تمام، في سؤال اسم مقارنه ما بين الهيترو كروماتين وما بين الايو كروماتين، دي مهمه ووارد جدا ان هي تجي لك. تاني حاجه ان انا ممكن اجيبها لك في الام سي كيو بقى، اقول لك مثلا الان اكتف كروماتين بيمثل الهيترو كروماتين ولا الايو كروماتين، ماشي، طب اقول لك الاكتف هو الايو ولا الهيترو، طب الانكويلد هو الايو الهيترو ولا الايو، طب اللي انا بقدر اشوفه مين، مين اللي بيظهر في صوره الكترون دنس جرانيولز، طب النيوكليولس اسوشيتد كروماتين ده بيكون هيترو كروماتين ولا ايو كروماتين، كل دي اسئله ام سي كيو ممكن تجي لك بقى، يعني المنطقه دي مهمه ووارد ان هو يجي لك فيها اسئله ام سي كيو كتير، ممكن على بعضها كده يجي لك في صوره سؤال الريتن اللي هو يقول لك قارن ما بين الهيترو كروماتين وما بين الايو كروماتين، تمام، فتذاكرها كويس، تمام. بيقول لك ملحوظه كده بقى على مستوى المولكيولر بيولوجي، المولكيولر بيولوجي ديت اللي هي البيولوجيا الجزيئيه دي، ان شاء الله دي جزء تابع البايو كيمستري اصلا، بتدرس بقى التركيب الكيميائي بتاعت الحاجات دي، هو جاب لك هنا ايه تركيبه يعني نبذه صغيره كده عنها. بيقول لك ذا بيزك ستراكشر يونت اللي هي الوحده التركيبيه للكروماتين هي النيوكليوزوم، بيزك ستراكشر يونت يعني اصغر وحده تركيبيه للكروماتين هي النيوكليوزوم، ده تيجي لك ام سي كيو هقول لك ذا بيزك ستراكشر يونت اوف كروماتين از نقط واحط لك كذا اختيار تحت بعض هتختار منها النيوكليوزوم، تمام. النيوكليوزوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن اربعه هيستون بروتينز، اربع وحدات من الهيستون بروتين لافف حواليها دبل ستراندد دي ان ايه اللي هو بالشكل ده كده، اهو هو ده كده النيوكليوزوم، اربعه من الهيستون لفت حواليها شريط دي ان ايه. عايز اقول لك ان في بعض المصادر بتقول ان هي 8 من الهيستون دوت مش اربعه بس، يعني اربعه 8 وحدات مش اربعه، لكن احنا هنمشي تبع الداتا بتاعتنا اللي هي بتقول ان هم اربعه بروتينز بس، ماشي.
بيقول لك الكروماتين دوت هو عباره عن نيوكليو بروتين. نيوكليو جاي من نيوكليك اسيد اللي هو الحمض النووي اللي هو الدي ان ايه، هو البروتين اللي هو بعض الهيستونات بقى بيتكون من النيوكليك اسيد دي ان ايه وبيزك بروتين اللي هو الهيستون، وفي بعض الاسيدك بروتين كده بتبقى موجوده في النص يعني مش مهم قوي، اللي هو النيوكليك اسيد والبيزك بروتين او الهيستون دي اهم حاجه، بيبقى فيها معاها بعض الاسيدك بروتينز كده تمام. بيقول لك ان ديورنج سيل ديفيجن اثناء انقسام الخليه الدي ان ايه اللي بيبقى موجود في صوره الكروماتين دوت بقى بيتجمع وبيتكدس في صوره كروموزومز. نفس مثال الهدوم، انت دلوقتي انت قاعد في البيت الهدوم بتاعتك انت شايلها في الدولاب تمام، فرضا بقى ان انت قررت ان انت تسافر مع مكان معين، رايح اي مكان بره بقى تمام، هتروح جايب شنطه تروح جاي حاطط فيها الهدوم بتاعتك ديت ومكدسها وقافل الشنطه وماشي بيها. كذلك فكره الخليه، الخليه دلوقتي قاعده بتصنع بروتين وعايشه في امان الله وبتمارس نشاطها اليومي تمام، بتروح جايه فارده الدي ان ايه اللي جواها في صوره الكروماتين دوت تمام. فرضا بقى الخليه دي قررت ان هي تنقسم، تروح جايه لما الكروماتين والدي ان ايه دوت مكدساه في صوره الكروموزوم علشان يساعدها اثناء الانقسام تمام. بيقول لك دورنج سيل ديفيجن دي ان ايه كونتراكتس بينقبض وبيتلم على بعضه اند فولدز ويلف حوالين نفسه تو فورم ديستنكت ستراكشرز، ديستنكت يعني تراكيب منفصلة كده، بدل ما كان في كروماتين سايح في السيتوبلازم لا بقى تراكيب منفصلة كده اللي هي اسمها الكروموزومز. معنى كده ان الكروموزومز ديت احنا ما بنشوفهاش والخلية طبيعية تمام، اثناء ما الخلية بتمارس انشطتها اليومية العادية ديت ما بيبقاش فيها كروموزومز، بيبقى فيها كروماتين بس تمام. بيقول لك the chromosomes are formed as the start of cell division، الكروموزومز دي بتبدأ تتكون قبل ما الخلية تبدأ تنقسم او في بداية الانقسام بتاع الخلية تمام. تمام نبدأ بقى نتكلم عن النيوكليولوس اللي هي النواية. اثناء ما انا كنت بحضر الفيديو كنت بدور على فيديوهات انيميشن علشان اجيب صور يعني اوضح لها النيوكليولاس وكده، ففيديو انيميشن عجبني قوي بيقول لك النيوكليولاس ديت از ذا بيبي نيوكليوس، يعني ديت النيوكليوس الصغيره هي بنت بنت النيوكليوس يعني هي النيوكليولاس. عايز اقول لك ان النيوكليولاس ديت مش استراكشر خاص بنفسه كده جوه الخليه، يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا احنا عندنا في خليه ماشي وفي جواها النيوكليوس وفي موجود جواها نيوكليولوس، النيوكليوس ديت هتلاقي ليها ميمبرين ليها غشاء كده، ونيوكليوس بالنسبه للخليه هي عباره عن استراكشر خاص بنفسه ولامم نفسه كده وله غشاء وكيان لوحده. النيوكليولوس بقى مش كده، النيوكليولوس ديت ملهاش غشاء ماشي، يعني هي موجوده جوه النيوكليوس ملهاش غشاء، ولكن هي تركيب معين كده جوه النيوكليوس، يعني عارف ايه بالنسبه للمحافظه بلد معينه ليها تراكيب ليها تقاليد خاصه بيها، فتحسها ايه ناس لوحدهم عايشين لوحدهم كده، لكن هم تبع المحافظه تبع الناس وعايشين مع الناس كل حاجه يعني ماشي. فبيقول لك النيوكليولس ذات بريزنت ويزن ذا نيوكليوس موجوده جوه النيوكليوس، ات از دنس، دنس يعني حاجه غامقه شويه، ميمبرين ليس ستراكشر كومبوز، يعني ميمبرين ليس ستراكشر يعني مالهاش ميمبرين ستراكشر مالوش ميمبرين، بيتكون من ار ان اي ومن بروتينز. طيب هو ايه وظيفه النيوكليولس ذات اصلا؟ وظيفتها ان هي بتصنع الرايبوزومز تمام. النيوكليولس ذات بتنسخ بتاخد الدي ان اي تنسخ منه الار ار ان اي اللي هو الرايبوزوم الار ان اي وتكون منه الرايبوزومز، فالنيوكليولس هي مكان تصنيع الرايبوزومز تمام. باللايت ميكروسكوب بتظهر في صورة one or more، يعني ممكن تكون الخلية فيها نيوكليولاس واحدة بس، ممكن تكون أكتر من نيوكليولاس. إمتى تكون أكتر من نيوكليولاس؟ لو خلية بتصنع بروتين بكميات كبيرة، لأن اللي بتصنع بروتين محتاجة ريبوزومات كتير، فبالتالي محتاجة كذا نيوكليولاس عشان تصنع كذا بروتين تمام. بتبقى راوندد حاجة مدورة كده، variable in size بتختلف في الحجم بتاعها ماشي. بيزوفيليك بودز بتظهر في صوره بيزوفيليك، ليه بيزوفيليك؟ لان هي بتضم جواها اكتر حاجتين بيظهروا بالشكل البيزوفيليك في الدنيا كلها. ايه اكتر حاجتين بيزوفيليك؟ اول حاجه النيوكليك اسيد، اي حمض نووي بيظهر بيزوفيليك. تاني حاجه الريبوزوم، والريبوزوم بيظهر بيزوفيليك علشان جواه الار ار ان ايه اللي هو برده بيكون بيزوفيليك، يعني هي الفكره كلها في الحمض النووي دوت، هو حمض فبيظهر بيزوفيليك تمام. فالنيوكليولس جواها الريبوزوم الار ان ايه والريبوزومات، فبتظهر بالشكل البيزوفيليك بالشكل ده كده. بص كده احنا لو بصينا هنا ادي دي كده الخليه اهي تمام، موجود جواها نيوكليوس بالشكل ده كده، والنيوكليوس ده بيكون بيزوفيليك برضو، موجود جواها بقى النيوكليولس اللي هي رقم اتنين ديت، يعني رقم واحد دوت مش هقول لك على النيوكليوس، رقم اتنين مش هقول لك على النيوكليولس، بتبقى بيزوفيليك اكتر تمام. تمام عايز اقول لك برضو حاجه كده، ساعات بتكون الخليه او النواه نفسها بتكون ديب ستيند، واتكلمنا عن ده في الفيديو اللي فات، النواه تكون الصبغه اللي فيها جامده جدا، فبالتالي بسبب ان كميه الكوندنس الكروماتين اللي جواها عاليه ما بنقدرش نشوف النيوكليولوس، فلو انت ما قدرتش تشوف النيوكليولوس جوه النواه ده معناه ان النواه فيها كوندنس الكروماتين كتير جدا، وبالتالي النواه الخليه ديت ان اكتف ما بتصنعش بروتين، بينما لو انت شفت النيوكليولوس فده معناه ان الكوندنس الكروماتين دوت قليل والايو كروماتين هو اللي اكتر، فبالتالي النيوكليولوس هنا ظاهره، فمعناه ان الخليه دي بتصنع بروتين كتير، الخليه فيها ديت اكتف الدي ان بتاعها مفروض وبتصنع بروتين كتير.
بقول لك الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده عشان لما تيجي تدرس سيستمك هيستولوجي ان شاء الله من بدايه الترم الثاني وتدرس خليه معينه كده، يقول لك الخليه ديت النيوكليولس از فيزبل مثلا، او انا قادر اشوف النيوكليولس، فلما يقول لك الكلمه ديت معناها ان الخليه ديت بتصنع بروتين، تمام؟ دي تترجم في دماغك كده، ماشي؟ بيقول لك ان هي اتس ديبلي ستيند، يعني هي بتاخد الصبغه كتير، لان زي ما قلت لك هي موجود فيها ريبونيوكليو بروتين. الريبونيوكليو بروتين يعني اللي هو الحمض النووي اللي هو الريبوزوم الار ان ايه، ماشي؟ بتدي فولجن نيجاتيف، يعني لان ليه؟ لان هي محتواها ار ان ايه اكتر من الدي ان ايه، الفولجن بيكشف عن الدي ان ايه، هي محتوى ار ان ايه اكتر. على فكره النيوكليولس بيبقى فيها كميه دي ان ايه برضه، ماشي؟ لكن الار ان ايه مغطي على الدي ان ايه اللي جواها، فبالتالي بتديني التفاعل فولجن نيجاتيف، تمام؟ يبقى النيوكليس عامه بتدي فولجن بوزيتيف، الكروماتين بيدي فولجن بوزيتيف، النيوكليولس بتدي فولجن نيجاتيف، تمام كده؟ بالالكترون ميكروسكوب بقى بيدينا التفاصيل بتاعها، احنا لما جينا نبص عليها، تعالى نشوف التفاصيل بتاعتها كده تحت الالكترون ميكروسكوب. النيوكليولس ديت عباره عن ايه؟ عباره عن مكان كده في النيوكليوس، وظيفتها ان هي تصنع البتاع دوت اللي هو كان اسمه الريبوزومز، تمام؟ فالريبوزومز كان يلزمها الريبوزوم الار ان ايه. طيب الريبوزوم الار ان ايه ده بيجي منين؟ بيجي من بعض الكروموسومات، فراح جاي مجموعه من الكروموسومات كده، هم 5 كروموسومات وقفوا في النص كده في المنطقه ديت، وبداوا ان هم يتفردوا، ماشي؟ ما هي الكروموسومات ديت هيتم نسخها بقى، فاذا محتاج ان هي تكون ايه، كروماتين، يعني في شكل مفروض شويه، ماشي؟ فبداوا ان هم يفردوا الجينات بتاعتهم علشان يتم نسخهم ويقفوا في النص كده، تمام؟ فسميناها نيوكليولر اورجانيزيشن سنتر. نيوكليولر اورجانيزيشن سنتر يعني المركز بتاع النيوكليولس اللي بيتم فيه نسخ الار ار ان اي اللي احنا هنبدا نستخدمه في الاول علشان نكون منه الريبوزومز. فاذا المنطقه اللي احنا فيها ديت اللي اسمها نيوكليولس اورجانيزيشن سنتر بتتكون من ايه؟ بتتكون من شرايط دي ان ايه مفروده هيتم نسخ منها الريبوزوم الار ان ايه، تمام؟ وعلشان كده هي بتظهر باللون الباهت، يعني بص شايف اللون الاسود دوت ده كده الكترون دنس. شايف بقى نيوكليولر اورجانيزيشن سنتر اللي احنا واقفين فيها ديت اللي هي فيها الدي ان ايه المفروض تحسها باهته شويه، تمام؟ مش واخده اللون قوي. ليه مش واخده اللون قوي؟ لان الدي ان ايه اللي فيها مفروض فدوت ايه كروماتين ما بيكونش الكترون دنس قوي، تحسها ايه بيل كده مفروده شويه، تمام. واحدة واحدة بقى بدأ يتكون منها شرايط الدي ان ايه دي، يعني ادي الدي ان ايه هي تتكون منها بقى شرايط الار ار ان ايه اللي هي الريبوزومال ار ان ايه، تمام؟ شرايط الار ان ايه ديت بدأت تترص في الحتة اللي حواليها ديت اللي هي اللي انا بشاور لك عليها ديت، سميناها بارز فايبروزا، تمام؟ بص كلمة بارز اللي هي الكلمة ديت معناها بارت، يعني جسم بس باللاتيني او جزء يعني، فبارز فايبروزا يعني الجزء الليفي. ليه؟ لان هي بتتكون من فايبرز، هي في الحقيقه هي مش فايبرز، فايبرز يعني الياف، يعني خيوط طويله كده، في الحقيقه هي ريبوزوم الار ان اي، لكن احنا لما بدانا ندرسها تحت الالكترون ميكروسكوب ظهرت في شكل الياف كده او خيوط رفيعه كده، فسميناها بارز فايبروزا. بارز فايبروزا يعني الجزء اللي فيه الياف، في الحقيقه هو فيه ايه؟ فيه الريبوزوم الار ان اي اللي تم نسخه، تمام؟ الريبوزوم الار ان اي موجود في المنطقه ديت اللي اسمها بارز فايبروزا، بدا يخرج على بره كده ويكون لي بقى الريبوزومز. الريبوزوم طبعا انت عارف هو بيبقى شكله عامل كده، تمام؟ تحت وحده ريبوزوم كبيره وتحت وحده ريبوزوم صغيره في شكل كور كده من البروتين اللي شال جواه الريبوزوم الار ان اي، فسمينا المنطقه اللي بيبقى فيها الريبوزومز اللي هي بارز جرانيولوزا. جرانيولوزا يعني الجزء المحبب، ليه؟ لان هو شال جواه الريبوزومات، تمام؟ دول اهم 3 اماكن موجودين في النيوكليوس، ماشي؟ فبيقول لك الالكترون ميكروسكوب بتظهر متكونه من البارز فيبروزا والبارز جرانيولوزا وشويه حاجات تانيه كده اسمها البارز امورفا والبارز كروموزا، ده هنتكلم عنه. ولكن اهم حاجه بقى اللي هو كان اسمه ايه، النيوكليولر اورجانيزر ريجون، هو حاططها لك رقم 6 في حين ان هي كان المفروض تتحط رقم 1، فاحنا هنبدا بيها كرقم 6 لان دي الاصل. اصلا الاصل ديت عباره عن ايه؟ ديت عباره عن مجموعه من الكروموسومات اللي هي شايله الجينات بتاعه الريبوزوم الار ان اي، راحت وقفت في النص كده بتاع النيوكليولس او فردت الدي ان اي بتاعها علشان يتم نسخه، تمام؟ بيقول لك زي ار secondary constructions of acrocentric satellite chromosomes. انا عارف ان انا بقول كلام زي الزلط، تمام؟ بس الكلام ده انت مش هتفهمه دلوقتي، هتفهمه ان شاء الله في الشابتر اللي جاي. الشابتر اللي جاي هنتكلم فيه عن الكروموسوم، هنمسك الكروموسوم كده نقعد نحلله وندرس التركيب بتاعه بالتفصيل حته حته كده، ونحلله ونديله ارقام والكلام ده كله، تمام؟ فعايز اقول لك بس ان احنا عندنا مجموعه من الكروموسومات اسمها satellite chromosomes، دي بعض انواع الكروموسومات كده او مجموعه من الكروموسومات الموجودين عندنا، تمام؟ جزء من الكروموسومات ديت بنسميها اكروسنتريك، تمام؟ يعني ده جزء من الكروموسوم، ماشي؟ جزء الاكروسنتريك دوت بيكون له سكندري كونستريكشن، يعني في حته منقبله كده او مقفوله كده، تمام؟
اكتب جنب الحته دي كده هتفهمها في الشابتر اللي جاي ان شاء الله، تمام؟ لان عشان اشرح لك تركيب الكروموسوم والكلام ده هياخد مني حوالي ربع ساعه تقريبا، فنفهمها في الشابتر اللي جاي. المهم بقى ان هم عباره عن 5 كروموسومات اللي بيروحوا يقفوا في النيوكليور اورجانيزر سنتر دول، الكروموسوم رقم 13 ورقم 14 ورقم 15 ورقم 21 ورقم 22، 13 14 15 وبعدين 21 و22، تمام؟ دومت الكروموسومات اللي شايله الجينات بتاعه الريبوزومال ار ان اي، دي الكروموسومات اللي عليها الجينات اللي بنصنع منها الريبوزومال ار ان اي، تمام؟ فبالتالي هي راحت وقفت في النيوكليور اورجانيزر سنتر دوت او اورجانيزر ريجن، تمام؟ علشان يتم نسخ منها الار ار ان اي. بيقول لك زي هاف ذا جينز كودنج فور ار ار ان اي، ماشي؟ ممكن احنا نصبغها بالسيلفر سولز، بعض املاح الفضه دي، يعني بعض الصبغات كده اللي ممكن تصبغ لي الكروموسومات ديت، يعني اعرفها كمعلومه للام سي كيو وخلاص، ماشي؟ بيقول لك النيوكليولاز ده بيتكون من ايه؟ وهنا يعني الجزء ده مكانه كان المفروض يتحط في الاخر خالص، بس هو بما انه جه هنا فنتكلم عنه خلاص. بيقول لك النيوكليولاز بيتكون من الار ار ان اي اللي هو الريبوزوم الار ان اي، بيبقى فيها بعض البروتين وبعض الليبيد كاي استراكشر عادي، يعني كاي تركيب بيبقى فيه بروتين وليبيد، فيها لايبوبروتين يعني شويه بروتين ماسكين في ليبيد بقى، تمام؟ وفيها دي ان اي ار ان اي هايبريدز، هايبريدز ديت معناها شرايط مهجنه، يعني ديت ايه؟ عباره عن شرايط الدي ان اي اثناء ما بيتم نسخ منها الار ار ان اي، فتلاقي مثلا ايه ادي شريط الدي ان اهوت اللي هو بالاحمر دوت، وواقف عليه شريط الار ار ان اي اللي بيتنسخ منه بالازرق كده. فاحنا لما بصينا تحت الميكروسكوب شفنا الاستراكشر ده كده على بعضه، سميناه ايه؟ دي ان اي ار ان اي هايبريدز، يعني شرايط مهجنه كده من الدي ان اي والار ار ان اي. يبقى النيوكليوز بتتكون من ايه؟ الريبوزوم الار ان اي، بروتين وليبل ولايبوبروتين، بعض الاستراكشرز اللي بتبقى موجوده في اي خليه، ودي ان اي وار ان اي هايبريدز، تمام؟ طيب الفانكشن بتاعتها ايه؟ الفانكشن بتاعتها هي السايت اوف برودكشن اوف ار ار ان اي، بيتم فيها تكوين الار ار ان اي، تمام؟ The nucleus is organized from the nuclear organizing region، يعني النيوكليوس ديت هي عباره عن النيوكليوس organizing region دوت، هو مجموعه الكروموسومات اللي هم 13 و14 و15 و21 و22 راحوا وقفوا في حته معينه كده في النيوكليوس فكونوا لي النيوكليولوس، لان هم دول الاصل، دول المركز بتاعها. بدا بقى اول ما يبدا يتنسخ منها الار ار ان ايه يروح جاي مكون لي البارز فيبروزا، وبعدين يكون لي البارز جرانيولوزا زي ما هنتكلم في الحته اللي فوق دلوقتي، هنرجع لها تاني يعني، ماشي؟ بيقول لك a number of chromosomes، مجموعة من الكروموسومز get together and transcribe ribosomal RNA at this site، هو النيوكليير اورجانيزر ريجون دوت بدأ يتجمع فيه مجموعة الكروموسومات اللي هم 12 و 13 و 14 و 15 و 21 و 22 وقفوا في نص and transcribe. transcribe ديت اللي هي عملية تكوين RNA من DNA، تاخدوها في البايوكيمستري إن شاء الله، تمام؟ بدأ يتنسخ منها الريبوزوم الار ان اي في المكان دوت اللي هو النيوكليولر اورجانيزنج ريجن، ماشي؟ النيوكليولر اورجانيزنج ريجن دوت بقى بيبقى سين في صورة سيركيولر اريا، حته مدوره بتبقى بيل بهتانه، ليه؟ لان هي فيها كروموسومات مفروده، فيها دي ان اي مفرود اللي هو اي كروماتين، ماشي؟ مش هيتيرو كروماتين. سراوندد باي ريم اوف الكترون دنس فيلمنتس اللي هي البارز فيبروز، يعني بيقول لك اهي دي النيوكليولر اورجانيزنج ريجن، هي الحته المدوره البيل دهيت، حته مدوره البيل دهيت اللي بيبقى لف حواليها حته دنس شويه اللي هي البارز فيبروز، تمام؟ تعال نتكلم عن البارز فيبروز بقى. البارز فيبروز دوت عباره عن ايه؟ عباره عن النيولي ترانسكريبتد بريكرسور ار ار ان اي، يعني دي شرائط الار ار ان اي اللي لسه منسوخه من الكروموسومات اللي كانت موجوده في النيوكليولر اورجانيزنج سنتر، ماشي؟ بتتكون من ايه؟ بيقول لك بتتكون من فاين فيلامنتس ماتيريال. فاين فيلامنتس ماتيريال يعني مواد في شكل خيوط كده، خيوط رفيعه، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الار ار ان اي اللي لسه تم نسخه، تمام؟ يبقى البارز فيبروزا هي في صوره فايبرز، صوره الياف، فيها ايه؟ فيها شرائط الار ار ان اي، يبقى الياف فيها شرائط الار ار ان اي، تمام؟ المهم تعرف كل بارت بيتكون من ايه، يعني إيه؟ لما اجي اقول لك البارز فيبروزا دوت بيتكون من ايه، تعرف ان هو بيتكون من الار ار ان اي. النيوكليولر اورجانيزنج سنتر بيتكون من ايه؟ بيتكون من 5 كروموسومات اللي هم كانوا 13 و14 و15 و21 و22، تمام؟ بالنسبه بقى للبارز جرانيولوزا، البارز جرانيولوزا ده الجزء اللي بعد الار ار ان اي، اللي بعد البارز فيبروزا، اللي هو بعد ما نسخنا الار ار ان اي بدانا نكون الرايبوزومز بقى، بدأوا بيسراوند البارز فيبروزا، حوالين البارز فيبروزا من 5 من 15 ل 20 نانومتر، احفظ الرقم وخلاص يعني، ماشي؟ رايبو نيوكليو بروتين جرانيولز، رايبو ديت اللي هي رايبو نيوكليك اسيد اللي هو الار ان اي يعني، نيوكليو طبعا اللي هو الحمض النووي، بروتين لان الريبوزومز بيبقى داخل في تكوينها بعض الامينو اسيدز او بعض البروتينز، ماشي؟ والجرانيولز اللي هي الحبيبات اللي هي بتمثل لي ايه؟ بتمثل لي الريبوزومز، ريبريزنتنج ماتيورنج ريبوزومال سب يونتس اللي هي بعض اجزاء الريبوزومات اللي بيتم تكوينها، تمام؟ تمام. بعد كده بقى لقينا حاجه كده اسمها بارز امورفا، ماشي؟ عايز اقول لك بارز احنا اتفقنا ان هي معناها شكل، ديت يعني معناها مفيش،
ايه نفي اللي بعدها، مورفا يعني شكل، فبارز مورفا يعني الجزء اللي ملوش شكل، تمام، اللي هو ملوش شكل معين. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ماده بروتينيه كده موجوده جوه النيوكليولوس متوزعه كده، بيقول لك ستراكشرال ليس، يعني حاجه ملهاش شكل، بروتينيشس ماتيريال يعني ماده بروتينيه، يعني هي ماده بروتينيه ملهاش شكل، اوف فاريبل اماونت اند دينستي، يعني ملهاش حاجه مميزه، سميناها بارز امورفا يعني ملهاش شكل، تمام. دي بتمثل الماتريس كده، يعني بعض الانزيمات اللي موجوده وظيفتها بقى ان هي انزيمات نسخ الدي ان ايه وانزيمات نسخ الار ان ايه، والانزيمات اللي بتكون الريبوزومز والحاجات دي بتبقى موجوده في البارز امورفا، تمام. حاجه كمان اسمها البارز كروموزوما، من اسمها كده بيبقى موجود فيها كروموزوم. البارز كروموزوما ديت هي النيوكلير اتاتشد كروماتين، النيوكلير اتاتشد كروماتين، فاكر لما كنا بنقول هنا ان في بعض الكروماتين اللي بيبقى لافف حوالين النيوكليولس اهيت، فين الصورة اللي كنا مش عاملها اهي، كنا بنقول ان هي ديت النيوكليولس اهيت اللي هي ده اهي، وكان في بعض الكروماتين اللي واقف حواليها كده كان اسمها نيوكليولر اسوشيتد كروماتين، هي ديت بقى اللي هي البارز كروموزوما ديت، تمام. دي مجموعة من الكروموزومات اللي بتبقى واقفة حوالين النيوكليولس، بارز كروموزوما which lies in and around، يعني بتبقى حوالين النيوكليولس وفي بعض الاحيان تدخل كده جوه النيوكليولس او تغز جوه النيوكليولس كده، ان اند اراوند ذا نيوكليولر بارز، حوالين النيوكليولر بارز، بينج اتاتش تو ذا كروماتين ماسز اللي هي النيوكليولر اسوشيتد كروماتين، ال ان اي سي اختصار نيوكليولر اسوشيتد كروماتين، تمام. خامس حاجه بقى بعض المكونات التيمبوراري اللي هي المؤقته كده زي البروتين والليبل والحاجات دي كلها اللي هي بتمثل بعض الانزيمات وبعض المواد اللي محتاجاها النيوكليولس يعني، تمام. يبقى نرجع بسرعه كده، اتفقنا النيوكليولس ديت عباره عن ايه؟ عباره عن خمس كروموسومات اللي هم ارقامهم 13 و14 و15، جم وقفوا جنب بعض، وقفوا جنب بعض فين؟ وقفوا في الحته اللي هي اسمها نيوكليولر اورجانيزنج سنتر، تمام؟ وفردوا الدي ان ايه بتاعهم علشان يتم نسخ الار ان ايه منهم، تمام؟ فبالتالي كانوا بيظهروا بصوره بيل، صوره بهتانه شويه، لان هم عباره عن ايه؟ كروماتين مفلوت، ماشي؟ بدا يتم نسخ الار ار ان ايه منهم ويخرج بره منهم، فلما بدا يخرج بدا يترص كده في حته اسمها بارز فيبروزا، ديت بتتكون من شرايط الار ار ان ايه، وبعدين شرايط الار ار ان ايه ديت بدا يتاخد منها او يتكون منها الريبوزومز، فالريبوزومز هي شبه الكور كده، فوقفت في شكل صوره حاجه اسمها بارز جرانيولوزا، جرانيولوزا يعني محبب، جرانيول يعني حبيبه او كوره يعني، فالبارز جرانيولوزا ده الجزء اللي هو المدور او المكور، ليه؟ لان هو فيه الريبوزومز اللي بتبقى في شكل كور كده، تمام. في موجود بقى في النص كده اللي هي البارز امورفا، الجسم اللي مالوش شكل اللي هي النقط الحاجات البيضاء اللي في النص ديت، دي كده اللي هي البارز امورفا، وواقف حواليها كده النيوكليولر اسوشيتد كروماتين او اللي هي كان اسمها بارز كروموزوما، تمام. تمام كده خلصنا الحمد لله النيوكليولس. ندخل بقى على النيوكليير ماتريكس. النيوكليير ماتريكس ده اللي هو الارضيه بتاعت النيوكليولس اللي هي النيوكليوبلازم يعني، ماشي. بيقول لك ذا كومبوننت that fills the space between the chromatin and the nucleoli in the nucleus، يعني ده السائل اللي بيملى بقيه النيوكليوس بقى متوزع في النيوكليوس كلها، ماشي. اللايت مايكروسكوب هو كلرلس ميديوم، حاجه ملهاش لون، ما بتظهرش اصلا باللايت مايكروسكوب. الكترون مايكروسكوب بيبقى فاين راندوملي ديستريبيوتد جرانيولار اريا، يعني شويه ميه فيها شويه حبيبات صغيره كده، جرانيولار اريا يعني حتت محببه كده صغيره، وبتبقى راندوملي يعني بشكل عشوائي ديستريبيوتد، يعني شوية حبيبات متوزعة بشكل عشوائي في شوية مية يعني، ماشي. بالمولكيولر بيولوجي بقى التركيب الكيميائي بتاعه بيتكون من ايه؟ والله بيتكون من البروتينات والانزيمات والليبيد اللي النيوكليوس محتاجاهم، فبيقول لك اتس كومبوز مينلي اوف بروتين، ماشي. بيتكون بالشكل الاساسي من البروتين اللي هي عبارة عن الانزيمات اللي بتنسخ الدي ان ايه وبتنسخ الام ار ان ايه والحاجات دي. سام اوف ويتش هاف انزيماتيك اكتيفيتي، بعض البروتينات دي بيبقى ليها انزيماتيك اكتيفيتي، بعض الميتابولايتس، بعض النواتج التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل جوه النيوكليوس، ماشي. نيوكليك اسيدز اللي هي بعض شرائط الدي ان ايه الار ان ايه الحاجات ديت، شوجرز اللي هو مثلا سكر الريبوز اللي هيتم منه تصنيع الدي ان ايه وهيتم منه تصنيع الار ان ايه، ماشي. بعض الانزيمز اللي هي وظيفتها ان هي تنسخ الدي ان ايه وتنسخ الار ان ايه، وبعض الايونات صوديوم على بوتاسيوم على كالسيوم، على شويه ايونات كده موجوده يعني جوه النيوكليوس، ماشي. وين اتس نيوكليك اسيدز اند اذر سوليبل كومبوننتس ار ريموفد، بيقول لك ايه بقى؟ ان انت لو جبت النيوكليوس ديت وشلت منها كل مكوناتها، يعني شلت النيوكليوس ماتريكس وشلت النيوكليولس وشلت النيوكليك اسيد دي ان ايه والار ان ايه والحاجات دي كلها، هيطلع لك شبكه كده شبكه من البروتينات في صوره سفنجه، تمام، صوره سفنجه كده من البروتينات. السفنجه البروتينيه دي بنسميها النيوكليير سكيلتون او النيوكليو سكيلتون اللي هو ايه؟ السكيلتون بتاع النيوكليس او الجسم بتاع النيوكليس بقى. بيقول لك النيوكليير سكيلتون دوت هو سبونجي لايك بروتينيشس ستراكشر فريم ورك، فريم ورك عامله زي غلاف كده او برواز يعني، ماشي.
سبونجي لايك في صوره صوره شبكيه كده او صوره سفنجه. بروتينيشس ستراكشر يعني تركيب عباره عن بروتين. اوف نيوكليوس فيزيبل افتر يعني بيظهر امتى؟ افتر اكستراكشن اوف كروماتين اند كاريوبلازم. كاريوبلازم اللي هو كاريو ديت يعني نيوكليوس، فكاريوبلازم يعني النيوكليوبلازم يعني، والكروماتين يعني انت هتشيل كل حاجه موجوده جوه النيوكليوس، هيظهر لك النيوكليار سكيلتون ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن شويه بروتينات شبه السفنجه كده بتمثل الهيكل بتاع النيوكليوس على بعضها بقى. ماشي، بيقول لك ان اللامينا اوف ذا نيوكليار انفلوب بتشارك في النيوكليو سكيلتون دوت. النيوكليار انفلوب بيترسب عليه بعض البروتينات كده من جوه، ماشي، اسمها اللامينا. اللامينا دي يعني طبق، بس هو هنا قصده بيها بعض البروتينات اللي بتبقى مترسبه على النيوكليار انفلوب من جوه بتمثل النيوكليو سكيلتون دوت. تمام كده؟ تمام. بيقول لك ايه هي الجنرال فانكشن بتاعت النيوكليوس بقى، ايه هي وظائف النيوكليوس؟ قبل ما ابدا فيها ده سؤال اسي مهم جدا 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 جدا، تمام، يعني وارد جدا انه يجي لك السؤال دوت اسي في الامتحان. يعني مش بقول لك بس ان هو ممكن يجي اسي، لا انا باكد لك ان هو هيجي اسي ان شاء الله. تمام، او اول وظيفه للنيوكليوس ان هي بتصنع وبتخزن الار ار ان ايه، تمام، موجود جواها الار ار ان ايه. تاني حاجه الانقسام بتاع الخليه، مفيش خليه تقدر تنقسم من غير النيوكليوس بتاعتها. ريبرودكشن اوف ذا سيل، ريبرودكشن يعني انتاج اللي هو زي التكاثر كده اللي هي اسمها سيل ديفيجن. كمان حاجه ان هي الاورجن بتاع الرف اندوبلازميك ريتيكولم، لو تفتكر الاوتر نيوكليار ميمبرين كان بيخرج لبره كده ويكون لي الرف اندوبلازميك ريتيكولم. رابع حاجه فورميشن اوف انيوليت لاميلي، برضه الانيوليت لاميلي بتتكون من الغلاف بتاع النيوكليوس. ماشي، خامس حاجه بروتكشن اوف ذا ام ار ان اي فروم ذا ار ان ايز ان ذا نيوكليوس، يعني بيقول لك النيوكليوس ازاي بتحمي الار ان الام ار ان دوت من الار ان ايز، يعني دي بعض الانزيمات اللي وظيفتها ان هي تكسر الام ار ان اي اللي في النيوكليوس. طبعا يعني انا مش مقتنع بالكلام اللي مكتوب، لان الوظيفه الاهم للنيوكليوس ان هي تصنيع البروتين، هي شايله جواها الدي ان ايه اللي وظيفته ان هو يصنع البروتين وبتوجه الخليه وبتدي الاوامر للخليه. مش عارف ليه هو ما كتبش الكلام دوت، يعني كتب شويه وظائف ثانويه للنيوكليوس ما كتبش الوظيفه الاساسيه. لكن ان شاء الله في الداتا الجديده بتاعت السنه دي الكلام ده هيتعدل وهيضيفوا الكلام اللي انا بقولك عليه دوت باذن الله. كده الحمد لله خلصنا شابتر السيتولوجي على خير، والسلام عليكم.